يعني صباح الخير من طوكيو. اليوم برد شوي ونازل مطر من الصباح ومعخذين جولتنا هنا في طوكيو. تعرفون ان برج خليفة اطول برج في العالم، والثاني اطول برج في العالم هو برج شجرة السماء هنا في طوكيو، اللي يرتفع على ارتفاع شاهق ويعتبر اعلى مباني اليابان. والله هي مدينة ضخمة. طبعا طوكيو يعيش فيها 14 مليون شخص في غابة الإسمنت هذه. شوفوا هناك برج طوكيو اللي يعتبر من أشهر معالم المدينة، لونه أحمر في الوسط هناك، والله شكله صغير طالع. هذا حي كينزا من الأحياء التسوق الفاخرة هنا في طوكيو، مشهور بمحلاته وماركاته وكذلك المولات الموجودة فيه. وهذا محل سوفت بنك ربعنا، الله يوفقهم. وتعرفون الماركة اليابانية الشهيرة يونيكلو حقة الملابس، هو هذا محلهم الرئيسي. الله ناطحة سحاب، شوف المانيكانات تتحرك. أول شيء تسوي قبل ما تدخل بيت يابانيين إنك تحط أزماتك برا، يعطونك أزمات البيت الخاصة. يعني البيوت اليابانية صغيرة جدا، خاصة في طوكيو لأن المنطقة يعني مكتظة في المباني ومساحتها صغيرة. أوريكم كيف. طب حاطين المطبخ هنا اللي بطبخ لكم بعد شوي. هذه الطاولة، خلاص انتهى البيت. هناك الغرفة الرئيسية ورا، وهذا المخزن. هنا مع ميوكي. هلو كونيتشوا. ميوكي راح تعطيني درس بالطبخ الياباني هنا في طوكيو. متحمس صراحة اشوف وش مجهزة لنا، لكن صراحة ما بطبخ كويس، لكن ان شاء الله بساعد ميوكي راح اسوي لكم شيء كويس. واو ذات لوك اكسايتنج، مرة شكله جميل اللي راح اطبخ لكم اليوم، ان شاء الله عاد يطلع نفس الصورة. سوني هذه صراحة نسيت اسمها، حتى تسأل ميشا وش اسمها هذه ما اعرف. والله ما اعرف. يعني هذه السترة حقت الطبخ. رايت؟ خليني اشوفك تساوي زيها. يلا. كات. I take like this or I just I put the all of it. بسم الله. There you go. Huh? Yeah. I put all of it. Yeah. Oh, هذا التحدي الحين. I roll it. Didn't work. Fast for this. Yes. It's gonna be faster. قلت آخر شيء. انت كملي اختصري الوضع لانه طورت معي شوي صراحه، بس قدرت تسويها، هذا اهم شيء قدرت تسويه. I'm sorry. عبد الله جاب العيد. Okay, perfect. Yes. Thank you very much. Thank you. بسم الله، هذا الطبق الثاني. طبعا قالوا لازم تخليها على شكل جبل في التقديم عشان يطلع شكلها حلو. انا بحاول. I'm only taking 2x2. Like the same thing. And this is kombu kelp, a kind of seaweed. And this is dried sardine. هذه مكونات شوربة الميكسو اللي تعتبر من أشهر الأطباق اليابانية. And cut
like this. Like this, yeah? It's okay. Yours looks better. أيوة، الحين جاء وقت الطبق الرئيسي السوشي. أول مرحلة هي كيف تسوي الرز حق السوشي نفسه. ما يسوون الرز حق السوشي لازم يهونه بالمهفة عشان يطلع الرز يعني ريحته أقوى متماسك بشكل أفضل. Okay, and this is let's snapper, and this is. أول شيء نأخذ السمكة اللي نبغاها، مثلاً أخذت السالمون، بدنا نقطعها إلى قطع أصغر. This is fine. Okay, it's fine. Then we take some wasabi. Yeah. هذا. Then حطونه على السمكة الوسابي بحيث إن الرز يلصق فيها. شوفوا من فوق كذا. Is enough or more? I think enough. Okay. Then we take the rice. On top of it. بعدين تاخذون البلاستيكة هذه، طبعا بلاستيك خاصة بالسوشي، ونفونها عليه كذا زي القبضة. ايوه، بعدين بحيث انه يجهز السوشي. والله يصلح، انا عندي محل بس برنامج طبخ. وهذه هي السوشي، حطها هنا. بعدين نضيف عليها الزينة اللي نبغاها، مثلا بصل ولا سمسم. نحب سمسم. شو شكلها كيف؟ Very nice. Do you approve? وهذا السوشي حقي خلص. And this is my yukis. Which one looks better? Wow. I think mine looks nicer. والله حقي شكله ألف. مين يصدق إنه كل هذا أنا اللي طابخ؟ طبعا انا اكل الاكل اللي سويته، ميشا ياكل حقي ما وراكي. الحمد لله. طبعا لازم اذوقكم طبخي. اي عايش هذا كلها بعد شوي، لكن لازم اوريكم شغلي كيف. بسم الله. عقب طبخ السوشي انا قررت اروح السوق الخضار على طول، سوق السمك، واتقضى منتجات السوشي اللي راح اطبخه في الرياض. سوق عند اليابانيين. شوف. Thank you very much. I appreciate your kindness. Thank you very much. Arigato. Chapa bye. أوه، هذا التقاطع الشيبويا، أكبر تقاطع في العالم. أوه، كثر الناس ما شاء الله. طبعا كبر التقاطع هذا، صار بحاله أيضا معلم سياحي.